السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نقوم بعرض موضوع هام جدا لطلاب الصف التاسع يتعلق بالمقابلة الصحفية، وسوف نضع بين أيديكم نموذجا ويمكن أن نطبق هذا النموذج على أي سؤال يأتي في امتحان يتعلق بالمقابلة الصحفية مع شخصية من الشخصيات. أولا الترحيب والتقديم، نبدأ بالتحية ثم نمدح الشخصية بعبارات موجزة مع ذكر أهم أعمال الشخصية، ثم ننتقل إلى صياغة الأسئلة المتعلقة بالشخصية المتحاور معها. السؤال الأول يتضمن أهم أعمال الشخصية وإنجازاتها، السؤال الثاني يتعلق أثر تلك الأعمال والإنجازات على الواقع، وهكذا. هنا ملاحظة هامة جدا، غير مطلوب الإجابة عن الأسئلة، فقط على الطالب أن يعرض الأسئلة على الشخصية التي يتحاور معها، ولا يطلب في الامتحان وضع الإجابات على تلك الأسئلة. نقول لجميع طلابنا أنه يكتفى فقط في سرد الأسئلة على الشخصية المتحاور معها دون الإجابة عن تلك الأسئلة. مثال على ذلك نص الموضوع: قم بإعداد مجموعة أسئلة لإجراء مقابلة صحفية مع مدير التربية في محافظتك، تسأله فيها عن الواقع التعليمي في المحافظة. الجواب: الترحيب والتقديم، مساء الخير ضيفنا اليوم مدير التربية في محافظتي، نختار اسم للمحافظة التي نريدها، يحمل إجازة جامعية في مادة اللغة العربية ودبلوم تأهيل تربوي، عين مديرا للتربية في المحافظة منذ سنوات، أرحب بمدير التربية، نذكر اسما ما. السؤال الأول: هل بإمكانك إطلاعنا على عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادتين الإعدادية والثانوية في المحافظة هذا العام؟ السؤال الثاني: هل تعانون من نقص في الكادر التدريسي هذا العام؟ السؤال الثالث: ما عدد المدارس التي تم ترميمها في المحافظة هذا العام؟ السؤال الرابع: هل هناك خطة جديدة تفكرون بها للتعامل مع مشكلة التسرب المدرسي؟ السؤال الخامس: هل تم تأمين الكتب المدرسية لطلاب مدارس المحافظة في أوقاتها المحددة؟ لا تنسى أخي الطالب البدء بالترحيب والتقديم وذكر 5 أسئلة مع إشارات الاستفهام في نهاية كل سؤال. نرجو لكم التوفيق والنجاح. أما ما يتعلق في كتابة المذكرات اليومية، تعريف المذكرة اليومية هي الكتابة اليومية المعبرة عن أحداث مررت بها في الحياة أو المشاهدات اليومية أو التجارب الشخصية ذاتية أو غيرها. موضوعات المذكرات: أحداث مرت في حياتك وأثرت في ذاتك، مشاهدات يومية مثيرة، أيضا يوم معين من أيام حياتك. خطوات كتابة المذكرات اليومية: أولا تحديد الزمان، نضع هنا في الساعة فراغ، هنا نحدد أي ساعة نريد، وفي يوم كذا نحدد أي يوم، يمكن أن نضع أي يوم من أيام الأسبوع، المرافق في تاريخ كذا، هنا نضع التاريخ الميلادي. تسجيل التجارب والحوادث، الأعمال التي قمت بها ووصف الجو العام الذي جرت فيها تلك الأعمال مع ذكر المكاسب التي حققتها. ذكر المشاعر العاطفية، شعور اعتزاز أو فرح أو حب أو شوق أو حنين أو افتخار. مثال على ذلك: تدرب أكمل المذكرة الآتية في الساعة 9 صباحا من يوم السبت الموافق في 25/4/2020، ذهبت أنا وأسرتي برحلة إلى شاطئ بحر اللاذقية، وحين وصلنا إلى المدينة ظهرا قصدنا فندقا في وسط المدينة وقضينا ليلة سعيدة نتنسم فيها رياح البحر
اللطيفة، وفي اليوم التالي اتجهنا إلى شاطئ البحر، وبدأ أبي يملي علينا بعض النصائح المتعلقة بالأمان، وكنت لا أتقن مهارة السباحة بشكل جيد، لكنني كنت متحمسا للنزول إلى البحر، والسرعان ما بدأت الأمواج تلامس جسدي وتغمره، ولم أشعر بأنني أبتعد كثيرا عن والدي، وبلحظة شعرت بالخوف ورحت ألتفت يمنة ويسرة فلم أجده، فبدأ الرعب يعتري نفسي لأنني لا أجيد السباحة. على الرغم من تمسكي بإطار مطاطي كنت قد جهزته سابقا، ومرت 10 دقائق فإذا بصوت ينادي: ابني ولدي أين أنت؟ فبدأت بالتلويح بيدي حتى يراني، ثم رجعنا إلى الشط وأنا أشعر بالندم لأنني لم أكترث لنصائح والدي، لكنني عهدته بأن أصغي لكلامه وأعمل بنصائحه دائما. الآن قد انتهينا من دراستنا للمقابلة الصحفية وللمذكرات اليومية، راجين من الله تعالى أن يوفقنا لما فيه خير لطلابنا الأعزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.